السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في المحاضرة رقم 0 من كورس Story of Genetic Material. المحاضرة زي ما هو باين كده Introduction to the Course، مش هشرح حاجة لكن هقول لكم يعني معلومات عن الكورس اللي هنبدأ فيه من الأسبوع الجاي إن شاء الله. في البداية بعتذر، بقالي سنة تقريبا ما نزلتش حاجة على القناة، وبرضو بقالي سنة كان المفروض الكورس ده ينزل، لكن يعني اللي متابعين على فيسبوك هيعرف إن أنا بنزل عنه حاجات كتير كل فترة، أكون خلاص قربت أنزل الكورس فالمايك يحصل فيه مشكلة، اللاب نفسه يحصل فيه مشكلة، الداتا يحصل فيها مشكلة، فحقيقي مش عارف إيه كل المشاكل اللي حصل دي، لكن أخيرا الحمد لله يعني بعد فترة الكورس نزل. بفكركم بقى بالحاجات اللي كنت بقولها دايما واللي أعتقد أغلبكم نسيها بما إني بقالي فترة ما بنزلش، إن ضروري جدا 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 تتابع الكورس بالترتيب، وإن برضو مش محتاج منك ليفل معين علشان تقدر تاخد الكورسز دي، ان انا براعي الحتة دي دايما ان الكورس يكون مناسب لكل اللي ما عندوش اي معلومات عن المجال او عن الكورس، ولو الكورس ادفانسد شوية فهتلاقيني عمري ما هنزله الا لما اكون منزل قبلها كورس اصلا بيؤهلك انك تسمع او تشوف الكورس ده. فالكورس اللي قدامك ده هو اول المسار في الموليكولر بيولوجي او الموليكولر جيناتكس، فانت مش محتاج تشوف اي حاجة قبله ولا تقرا اي حاجة قبله ولا محتاج اي معلومات سابقة. لازم بالترتيب، لازم نمشي الكورسز اللي في المين بلاي ليست بالترتيب، لازم نمشي الحلقات اللي في الكورس بالترتيب علشان نوصل لاكبر استفاده. ده بنبه عليه دايما اول الفيديو في اي محاضره. طيب ندخل بقى في المحتوى بتاع فيديو النهارده. الكونتنت بتاع الكورس ده هندرس ايه على مدار المحاضرات بتاعه الكورس؟ اول حاجه هيكون في محاضره بعنوان الاربع خصائص الخاصه بالجيناتيك ماتيريال، بعد كده ليه البروتين، يعني ايه البروتين. زي ما عرفنا زمان من اعدادي او من ثانوي ان البروتين احيانا كان بيقال انه الجيناتيك ماتيريال، فهنعرف ليه اصلا كان بيتم ترشيحه يعني از جيناتيك ماتيريال. طيب بعد كده هنتكلم عن الترانسفورميشن اكسبيرمنت بتاعه جريفز، هنتكلم برضو عن الافري وماكلايد ومكارتي اكسبيرمنت، هيرشي وتشيس اكسبيرمنت برضو كلها تجارب، ودي ان ايه هو الماده الوراثيه في اليوكاريوت. اخيرا هنجاوب على بعض الكريتيكال كويشنز اللي هي هتكون موجوده. يعني ايه؟ في البدايه حابب انوه على نقطه بس، ان بعض المعلومات ان ما كانش كلها هي بالنسبه لك بديهيه، وانا عارف ان هي بديهيه بالنسبه للكل، لكن حابب انوه على نقطتين. النقطه الاولى ان لو انت شفت الفيديو الاساسي للموليكولر بيولوجي كورسز زي ما انت شايف مكتوب على الشمال Molecular Biology Courses، ان هم يكونوا اكتر من كورس حوالي 10 كورسات وده اول كورس فيهم، فهتعرف ان انا قلت اني هبدأ في Molecular Biology او Molecular Genetics، وبالمناسبة في فرق ما بين الاتنين، ارجع للفيديو الاساسي ده شوفه. قلت ان انا هبدأ من الصفر تماما وهنوصل لحاجات Advanced، فدي اول نقطة. فطبيعي يكون الكورس معلومات اساسية لان احنا جايين بالتاريخ من ورا خالص، من قبل ما نعرف ان اصلا الدين ايه هو الجيناتيك ماتيريال، لحد بقى ما هنوصل للحاجات يعني المول ادفانسد في المجال ده، فطبيعي يكون النقطه دي. تاني حاجه ان الكورس مناسب اكتر للطلبه اللي هم لسه في الكليه، اكيد اكيد بنسبه كبيره هتكون بتدرس موليكولر بيولوجي، فممكن تحتاجه يساعدك في مذاكره الكليه، او لو انت حابب تطور من نفسك في مجال الموليكولر بيولوجي او الموليكولر جيناتكس فحابب تبدا من الاول خالص فمناسب ليك. الناس المتخصصه في المجال او اللي قارين عنه كتير الكورس مش مناسب ليهم، الا بعض المعلومات في بعض المحاضرات ممكن تكون وصلت لك قبل كده بشكل خاطئ، او يعني مش واصله كامله او ما وصلتش خالص، فدي اللي ممكن تفيدك. غير كده دي الشريحه اللي موجه ليها الكورس، لكن الكورس اللي بعد كده هتكون موجهه لكل الناس اللي بتدرس يعني البيولوجي او البايوتكنولوجي. فدي الحاجات اللي هندرسها. هيكون في بعض المحاضرات ومش كلها سؤال يعني بره الصندوق كده في اخر المحاضره، ده بالمناسبه بعيدا عن الامتحان والشهاده والكلام ده كله، لا هو سؤال كده اللي هو يعني مش طبيعي ان ده يكون سؤال المفروض انه ما بيجيش على بال حد. فاخر محاضرة في الكورس هجاوب فيها على الاسئلة دي بقى كلها في الاخر، لان انا هقول لك السؤال وهسيبك تقول اجابته في الكومنتس بتاعة كل فيديو، ففي اخر محاضرة هجاوب على الاسئلة دي. طيب ده كده الكونتنت بتاع الكورس. تالت حاجة او تاني حاجة الاوبجكتيف بتاع الكورس او الايم بتاعه او التارجت، او يعني بعد ما تخلص الكورس ده انت هتروح فين، يعني ايه الاستفاده اللي هتيجي عليك. ثلاث نقاط اساسيين. اول حاجه انت بتحط الاساس لفهم الموليكولر جيناتكس، بعد كده لما نيجي نتكلم ان شاء الله في كورسات ثانيه دي ان اي ستراكشر ريبليكيشن اورجانيزيشن ترانسكريبشن ترانسليشن ريجوليشن ميوتيشن الكلام ده كله، انت معاك الاساس اللي يخليك ما عندكش اي صعوبه انك تفهم الكلام الكبير ده. دي اول نقطه. ثاني نقطه ليرن هاو تو فايند research ideas، يعني ايه او ايه علاقة الموضوع بالكلام ده كله. النقطة التانية والتالتة اللي هو ازاي نلاقي فكرة بحث، وازاي بنتعلم من الابحاث السابقة في
نفس البحث اللي احنا شغالين عليه، او ازاي من ابحاث سابقه نجيب فكره بحث جديد. هم النقطتين خارج الاطار ده، لكن انا اتعلمتهم بصراحه وحاسس ان الكورس هيكون مفيد ليهم. التجارب اللي حكيتها لكم ورا في السلايد اللي قبل دي اللي احنا هنشتغل عليها كلها مبنيه على اللي قبلها، يعني اي تجربه هتلاقيهم استعانوا بتجارب الناس اللي قبلهم فيها. فهو ده الساينتفك ريسيرش او البحث العلمي. فلما احكي لك التجارب دي، لان زي ما قلت الكورس اسمه ستوري اوف جينيتك ماتيريال، انا احكي لك على شكل قصه، فهتفهم الناس العلماء دول كانوا بيفكروا ازاي، ازاي قدروا من افكار بعض، هم ما بيسرقوش لكن قدروا من افكار بعض ان هم يطلعوا افكار جديده. كل واحد فيهم بيشوف التاني وقف فين بالظبط ويكمل بعده، او يشوف المشكله اللي كانت بتواجهه ويلعب هو على حلها، او يشوفوا ايه السؤال اللي هو حاطه وما قدرش يوصل له فيحاول هو يوصل لاجابته. فبنهايه الكورس المهاره دي هتتنمى عندك بشكل كبير جدا جدا يعني ان شاء الله. اخر نقطه، ازاي ناخد شهاده؟ يعني هيكون في امتحان في الاخر بعد المحاضرات كلها، مش على كل محاضره لا، في الاخر لازم تجيب 85% او اكتر، وبعد كده في تفاصيل تانية يعني هقول لك عليها مع الامتحان ان شاء الله في الاخر. بس كده محاضره النهارده هي عباره عن مقدمه. المحاضره الجايه على طول ان شاء الله اللي هي اول محاضره في الشرح بقى نتكلم عن اربع خصائص للجيناتيك ماتيريال. تاني بكرر، عارف ان المعلومات ممكن تكون سطحيه او بديهيه، لكن هتكتشف ده مع نفسك ان شاء الله بدايه من اول محاضره اللي هي هتنزل الاسبوع الجاي، انك هتلاقي المعلومات يا اما جديده يا اما قديمه ولكن اتصاغت بشكل كويس ومختلف، يا اما قديمه لكن كانت متقاله لك بشكل غلط او كنت عارفها بشكل غلط. وده لينك الاكونت بتاعي على فيسبوك، لو احتجت اي حاجه تقدر تبعت لي، هتلاقيني سايب لك البي دي اف في الديسكريبشن، فهتدوس على لينك الاكونت هيفتح معاك والدنيا تمام. بس اشوفكم على خير ان شاء الله في المحاضره الجايه. سلام.